بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم إن شاء الله راح نكون مع الفصل الثاني من الجزء الخاص بالاقتصاد الهندسي. درسنا في الفصل الأول مقدمة عن الاقتصاد الهندسي وإيش أهميته وتفاصيل إيش حناخد خلال هذا الجزء من الفصل. اليوم حنبدأ في الفصل الثاني، الفصل بعنوان Engineering Costs and Cost Estimating، يعني حنحكي شوية عن التكاليف وكيف بنقدر التكاليف لأنها جزء أساسي من الاقتصاد. حنحكي اليوم على أنواع الـ Cost اللي هي التكاليف، Fixed Cost و Variable Cost، التكاليف الثابتة والمتغيرة، وحنحكي عن أكثر من نوع من الـ Cost. أولاً الـ Fixed Cost، التكاليف الثابتة، هذه عبارة عن تكاليف أنت بتدفعها في المشروع ولا تتغير بغض النظر عن قديش أنت بتشتغل وقديش أنت بتنتج. يعني لو أنت مثلا متأجر شقة وأنت صاحب مكتب استشاري أو شركة مقاولات، إيجار الشقة بتدفعه بغض النظر أنت اشتغلت مثلا خلال شهر مشروع أو اشتغلت 5 مشاريع، أنت بتدفع الإيجار والإيجار ثابت سواء اشتغلت ولا ما اشتغلتش. تمام، أنت متأجر مثلا، عملت مصنع وتأجرت قطعة أرض لمدة 10 سنوات، الآن بتدفع إيجار الأرض سنويا القيمة المتفق عليها في العقد بغض النظر أنت اشتغلت ولا ما اشتغلتش. انت اشتغلت 1000 وحدة في الشهر، انت مصنع بتنتج مثلا اجهزة كهربائية، في الشهر انتجت 1000 وحدة او انتجت 10000، انت بتدفع نفس الرقم الثابت سواء اشتغلت ولا ما اشتغلتش. تمام، النوع المقابل للفيكست كوست اللي هي التكاليف المتغيرة، variable cost، هذه عبارة عن تكاليف بتتغير حسب قديش النشاط تبعك وقديش المخرجات تبعتك وقديش الإنتاج تبعك. يعني مثلا لما نحكي على المواد الخام اللي بتدخل في صناعة منتج معين، الآن قديش أنت بتنتج قديش بتشتغل بتجيب مواد خام. يعني مثال للفيكست كوست والفاريبل كوست، على الصعيد الشخصي أنت عندك سيارة، في تكاليف ثابتة لهذه السيارة وهي مثلا رسوم الترخيص والتأمين، سواء السيارة اشتغلت ولا ما اشتغلتش، اتحركت ولا ما اتحركتش، بغض النظر عن كم كيلو مشيت خلال السنة، الرقم ثابت بيعتمد على نوع السيارة وبيعتمد على قديش الموتور تبعها وما إلى ذلك. الآن هذا اسمه fixed cost. الـ variable cost من أمثلته فاتورة الوقود، إذا السيارة في شهر معين ما مشيتش فيها خالص فاتورة الوقود بتساوي صفر، لكن إذا مشيت وتحركت كل ما زاد تحركك واستخدامك لهذه المركبة بزيد التكلفة، وهذه اسمها variable cost. في عندي حاجة اسمها marginal cost، تكلفة هامشية، يعني خلينا نقولها هيك بالعربي، هذه عبارة عن التكلفة المتغيرة لكل وحدة زيادة. حنيجي الآن لمثال على هذا المارجنال كوست. الآن هذا بيستخدم عشان نقرر هل ننتج وحدات إضافية ولا لا، هل نقدم على إنتاج زيادة إنتاج معين ولا لا، أنا اشتريت كم معين من السلع، إذا اشتريت كمان وحدة واحدة يعني قطعة واحدة زيادة قديش حتكلفني، إذا أنتجت قطعة واحدة زيادة قديش حتكلفني. نيجي الآن على مثال يوضح الصورة. في عندي حاجة اسمها الـ Average Cost، هي عبارة عن كل التكاليف مقسومة على الوحدات. تمام، يعني أنا قديش بكلفني إنتاج جهاز حاسوب واحد، عبارة عن إجمالي كل التكاليف اللي عندي مقسومة على قديش أنا بأنتج أجهزة حاسوب خلال الشهر أو خلال هذه السنة. خلينا نيجي بس نوضح الفكرة أكثر. الآن بيحكي إنه في إحدى الجامعات النظام فيها إذا أخذت من 12 ساعة ل 18 ساعة في الفصل بتدفع
رقم ثابت، بتدفع رقم ثابت وهو 1800 دولار. يعني أخذت 12 ساعة أو 13 أو 14 أو 15 أو 16 أو 17 أو 18، بتدفع قديش؟ 1800 دولار. تمام؟ الآن كل ساعة إضافية بعد ال 18 بتدفع عليها 120 دولار. هاي موجود في السطر الثالث هنا. وبالتالي ال variable cost، التكلفة المتغيرة، بتكون وقت ايش؟ لما اخذ اكثر من 18 ساعة. اذا انا درست 12 لغاية 18 ساعة اخذت في الفصل، بدفع رقم ثابت، رسوم ثابتة في الفصل. تمام؟ وبالتالي اذا الطالب اخذ من 12 ل 17 ساعة، ما فيش اي تكاليف اضافية، وبالتالي المارجينال كوست صفر. يعني لو اخذ 12 ساعة حيدفع 1800، لو اخذ 13 ساعة حيدفع 1800 برضه، وبالتالي المارجينال كوست لإضافة ساعة زيادة تساوي صفر، وبالتالي فرصة له انه ياخذ ساعة زيادة، وهكذا لما نوصل 18. الآن لغاية 17، الساعة رقم 17، الساعة الزيادة اللي هي رقم 18 برضه المارجينال كوست بتساوي صفر، صح؟ لأنه هو لو أخذ 17 ساعة بيدفع 1800 دولار، لو أخذ 18 ساعة بيدفع 1800 دولار برضه، بالتالي عند 17 ساعة المارجينال كوست للساعة الإضافية اللي هي الساعة 18 بيساوي صفر. تمام؟ طب الساعة 19، لو أخذ 19 ساعة، أول 18 ساعة بيدفع 1800، والساعة رقم 19 بقديش بيدفع؟ بيدفع 120 دولار. إذا المارجينال كوست بعد 18 ساعة 120 دولار. خلينا نشوف، لو طالب أخذ 12 ساعة، طالب أخذ 18 ساعة، وطالب أخذ 21 ساعة. عند 12 ساعة المارجينال كوست قديش؟ صفر، لأنه الساعة رقم 13 حتطلع عليه بصفر ببلاش كأنها، والساعة ال 14 وال 15 وال 16 وال 17 وال 18. الآن عند لما يكون ماخذ 18 ساعة وبفكر ياخذ الساعة 19 ساعة، قديش بتكلفه لو أخذ بعد ال 18 كمان ساعة إضافية؟ بتكلفه 120 دولار. هذا المارجينال كوست. طيب لو أخذ 21 ساعة وبفكر ياخذ 22 ساعة كمان ساعة دراسية زيادة، برضه بتكلفه 120 دولار. إذا المارجينال كوست لأول 17 ساعة بتساوي صفر، لما يفكر وهو ماخذ 18 ساعة بده ياخذ ساعة إضافية اللي هي الساعة رقم 19، برضه تبدأ نحسب ساعتها المارجينال كوست 120 دولار. وبما انه المارجينال كوست لكل ساعة إضافية، إذا سواء أخذ 18 ساعة أو 19 أو 20 أو 21 أو 22، بيبقى لكل ساعة إضافية محتاج 120 دولار. الآن الأفريج كوست زي ما قلنا هي عبارة عن كل التكاليف مقسومة على عدد الساعات. لو أخذ 12 ساعة قديش بدفع؟ بدفع 1800 دولار. تمام؟ كم ساعة ماخذ هو؟ ماخذ 12 ساعة، بقسم ال 1800 على 12 بيطلع عليه الساعة ب 150 دولار. الآن طالما أنا بزيد في عدد الساعات وبزيدش فلوس، إذا متوسط تكلفة الساعة بتبدأ تقل. عند 18، الآن عند 18 ساعة هو بيدفع 1800 دولار وبياخد 18 ساعة، إذا الساعة بتطلع عليه بقديش؟ بتطلع عليه ب 18، 1800 تقسيم 18 وتساوي 100 دولار الساعة، ب 100 دولار فقط. طب الآن أخذ 21 ساعة، أول 18 ساعة بيطلعوا ب 1800، زائد الثلاث ساعات الإضافية اللي هي 19 و20 و21، بضربهم في 120، صح؟ لأنه الساعة الإضافية ب 120، ف 3 في 120 360، بجمعهم ل 1800 وبقسمهم على عدد الساعات 21، بيطلع الساعة عندي ب 102 دولار. هاي الفرق بين المارجينال كوست والافريج كوست. التوتال كوست هي عبارة عن التوتال فيكست زائد التوتال فاريبل. تو لما حسبنا الافريج كوست اخذنا التوتال كوست وقسمناه على عدد الوحدات. يبقى التوتال كوست هي عبارة عن التوتال فيكست، ال 1800 عندنا هذا رقم ثابت، زائد الفاريبل الجديد. تمام؟ لما اقسمه على عدد الوحدات، تو كان عندي 18 ساعة ما حسبتهمش فاريبل لانهم فيكست،
زد الثلاث ساعات اللي هو الفاريبل ضرب الساعة ب 120، طلعت التوتل اللي هو 1800 زائد 360، قسمتهم على عدد الساعات بيطلع قديش الـ average cost. مثال تاني عشان بس نوضح برضو الفكرة، شركة بتفكر يعني تطلع بص وتعمل رحلة الآن بدوا بدهم يفصلوا في قديش بتكلف القصة هذه كلها. الآن بدهم يتأجروا بص حقه أو إيجاره 80 دولار، ركزوا هنا معايا، الباص أو الحافلة 80 دولار إيجارها، سواء طلع فيها واحد ولا طلع فيها 30، تمام؟ الغاز والوقود هيهم 75 دولار و20 دولار وقود آخر، زيت مش عارف إيش، يعني في عندي 95 دولار مدفوعين هنا سواء الباص كان فاضي أو كان مليان. هنا بوضح الفرق بين الفيكست والفاريبل. والسواق هيك هيك ماخذ 50 دولار، إذا هذه كأنها فيكست كوست. الفيكست اللي بتتغيرش حسب الإنتاج، مدفوعة مدفوعة، بدي أتأجر الباص بدي أدفعه، بدي الوقود بدي أدفعه، وبدي أجرة السواق بدي أدفعها. 80 زائد 75 زائد 20 زائد 50 بيطلع 225 دولار. هذه عبارة عن fixed cost اللي حتندفع بغض النظر عن الناس اللي راكبين في الباص أو طالعين في هذه الرحلة. الآن في حدث معين بده تذاكر، بدي أشتري تذاكر للناس الموجودين عندي، بدي أدخل في مكان معين. الآن التذكرة 12 دولار ونص لكل شخص، وبالتالي كل ما زاد عدد الأشخاص أنا بدي أدفع أكثر. لو كانوا 10 بدي أدفع 125، اللي هو 12 ونص في 10 قديش التذاكر الدخول لهذا المكان. طيب في عندي ضيافة ووجبة بدي أقدم للأشخاص اللي عندي، 7.5 دولار لكل شخص. إذا لو كان طالع عندي 10 بدفع 7.5 في 10 75، لو كان طالع عندي 20، 20 في 7.5 بطلع 150. هذه variable cost وبتعتمد على عدد الأشخاص اللي مسجلين في الرحلة اللي هم 12.5 زائد 7. عشان هيك كل ما زاد عدد الأشخاص التكاليف الثابتة بتتحمل على عدد أكتر. تخيل إنه واحد فقط هو اللي طالع معايا، صحيح الفاريبل بتكون قليلة لأنه هذه عبارة عن واحد بس وهذه واحد، لكن كل الفيكست كوست تتحمل على واحد، وبالتالي كل ما زاد العدد الفيكست كوست بتتحمل على عدد أكبر من المسافرين. طيب الآن بدنا طبعا بس هذا السؤال مطلوب منا إنه نعرف الفيكست والفاريبل. خلينا نعمل شوية يعني نمشي شوية في هذا المثال. بدي أعرف قديش أنا مفروض يكون عندي ركاب عشان أربح، تمام؟ الآن التوتال كوست يعني هذا فعليا هو هذا المطلوب مني. لو كان عندي مثلا 30 راكب، تمام، وإحنا قلنا هنا في السؤال أنا كمستثمر كصاحب الشركة بدي أشوف لو إجوا عندي أنا 30 راكب وأخذت من كل راكب 35 دولار، طبعا الراكب مكلفني قديش فعليا؟ تذكرة 12.5 وضيافة 7.5، يعني قديش؟ 20. مكلفني الراكب 20 وفي تكاليف إضافية مقدارها 225، هذه عبارة عن تكاليف إضافية بدي أقسمها على الركاب. الآن لو كان عندي 30 راكب وأخذت من كل راكب أنا 35 دولار، هو بكلفني 20 تكلفة متغيرة الثابت المباشرة
وفي التكاليف الأخرى بدي أحملها على الركاب، بدي أشوف قديش مقدار الربح تبعي. طيب شوف قديش بدي أربح، إنه الشركة قدرت إنه ممكن يجيني 30 راكب وحاخد من الراكب 35 دولار كأجرة الرحلة كلها، بالضيافة بالمواصلات بكل إشي. الآن التوتال كوست عبارة عن الفيكس زائد الفاريبل. الفيكس عبارة عن قديش حسبناها توي، 225. ارجعوا للسلايد اللي قبل هتلاقوها 225 هاي، تمام. طب الفاريبل كوست عبارة عن قديش؟ 20 دولار لكل راكب. يبقى الفاريبل كوست عبارة عن 20 ضرب عدد الركاب، where x is the people on the trip، تمام. هاي الفورميولا تبعتي. يبقى أنا التكاليف تبعتي لو طلع راكب واحد، خلينا نقول هيك، أقولكوا لو ما طلعش ولا راكب إكس بصفر، الرحلة بتكلفني 225. لو طلع راكب واحد بتكلفني الرحلة 225 اللي هو الرقم الثابت، زائد 20 في واحد اللي هم 20 دولار. قديش بكلف الراكب الواحد اللي هو التيكت والمواصلات، عفوا التيكت والضيافة. لو طلعوا 10، طبعا من وين العشرين هذه؟ العشرين هذه هيها اللي هو مجموع 12.5 و7 اللي هي الـ20 بير بيرسون. طيب الآن قديش الإيراد؟ قديش متوقع أنا أربح حسب الموجود هنا؟ 30 راكب، وكل راكب ممكن أحصل منه 35 دولار. إذا أنا ممكن أربح لو إجوا عندي 30 راكب، 30 في 35، تعملها بصيغة عامة، لو إجوني 20 راكب، 20 في 35، يبقى عدد الركاب إكس برضو نفس عدد الركاب هذا، هو نفس العدد اللي هنا. يبقى التوتال ريفينيو، ريفينيو معناها الإيراد، عبارة عن التيكت برايس، ثمن التيكت التذكرة، ضرب عدد الركاب، تمام. عدد الركاب هو إكس زي ما قلنا هنا، ف35 إكس. الآن البروفيت تبعي، البروفيت عبارة عن الربح، نركز. توتال كوست عبارة عن التكاليف، توتال ريفينيو الإيراد، ريفينيو معناها الإيراد، البروفيت هو الربح. الربح عبارة عن إيش؟ الريفينيو الإيراد ناقص الكوست. أنت بتشوف قديش دفعت وبتشوف قديش ربحت، قديش أو قديش دخل عليك فلوس في آخر النهار. أنت بتقول قديش أنا ربحت، مثلا زي ما نحكي سواق سيارة، آخر النهار إيش بيعمل؟ بشوف قديش دفع وبشوف قديش دخل عليه ايراد، وبيطلع من الايراد هذا قديش اللي دفعه، او بيدفع الوقود وبيطلع قديش مفروض ياخذ السواق، واذا بيطلع جزء من التكاليف للصيانه وتكاليف والباقي هو اسمه البروفيت اللي هو الربحيه. التوتال ريفينيو عباره عن التوتال بروفيت، عباره عن التوتال ريفينيو ناقص التوتال كوست بتساوي 35 اكس، هذا عباره عن الايراد ناقص معادله الكوست. انت يعني انا بعرف ممكن تحسبوها بدون، لكن احنا بدنا نورجيكم بس، لانه حنطلب الان مطلوب ثاني، قديش العدد الادنى من الركاب بحيث انه لا يربح ولا يخسر، لو اقل من هيك بيخسر ولو اكثر من هيك بيربح. تطلع عندي المعادلة 15x ناقص 225 الربح. طب لما يكون عندي 30 راكب قديش بربح؟ 15 في 30 ناقص 225 وتساوي 225. إذا لو طلعوا 30 واحد قديش بيربح؟ بيربح 225 دولار، 225 دولار. الآن لو سألتكم إياها بدون الحسبة تبعتنا كلها هذه، وقلت لك طلع 30 واحد، إيش حتقول؟ ال 225 هذا رقم ثابت. الآن كل شخص بكلفني 20 دولار، تمام؟ 20 في 30، مش كل شخص بكلفني 20 هيهم، ضرب 30 شخص، 20 في 30 600، و 225 825، هذه إجمالي الكوست. طيب الربح أو الإيراد، بلاش نقول الربح، الإيراد، الإيراد 30 في 35 1050، اطرحه من ال 225
او 825 بيطلع 225 ببساطة، لكن هيك بنعملها على شكل معادلة. طيب المطلوب الثالث او النقطة الثالثة، اوجد اقل عدد من الناس اللي بتكون في الباص او الرحلة او المشروع هذا بيخسرش، يعني انه الكوست بيساوي الريفينيو. مش معنى انه بيخسرش انه الكوست بيساوي الريفينيو، انا دفعت 100 شيكل، دفعت 100 دولار، دفعت 100 دينار ودخل علي ايراد 100 دينار، انا ما ربحتش اشي. تمام، الان التوتال كوست بتساوي التوتال ريفينيو. معادلة التوتال كوست هيها مش طلعناها احنا، عبارة عن التكاليف الثابتة زائد التكاليف المتغيرة ضرب عدد الوحدات بيساوي التوتال ريفينيو عدد الوحدات في ثمن الوحدة. الآن وقتيش بتساوي هدول التنتين؟ هذه معادلة، انقلوا العشرين على الجهة الثانية بالسالب بيطلع 15x بيساوي 225، إذا x بيساوي 15. هذا يعني جربوها الآن، امسكوا 15 واحسبوها، هتلاقوا 20 في 15 300 زائد 225 بتحكي في 525، 35 في 15 نفس الرقم بتساوي مع بعض. إذا عند x بساوي 15، أقل من 15 بخسر المشروع هذا، أكثر من 15 بيبدأ يربح. ليش؟ لأنه أقل من 15 كل التكاليف الثابتة اتقسمت على رقم قليل، وبالتالي كانت حصة الشخص من التكاليف الثابتة عالية، لأنه زي ما قلنا البص هيك هيك طالع، والرقم هذا مدفوع مدفوع التكاليف الثابتة. الآن ال 15 هذه بتسمى break even point، نقطة التعادل. أنا عشان أبدأ أربح لازم يكون عندي 15، زي مثلا سواق الأجرة اللي بيطلع من خان يونس لغزة. الآن بقول لك الرحلة بتكلفني مثلا 3 دولار، تمام، والشخص بدفع دولار ونص، وأنا باخد 4 ركاب. إذا حمولة السيارة كانت كاملة 4 في دولار ونص، 6 دولار بكون إيراد، بتكلفني الرحلة 3 دولار، إذا بربح 3 دولار في لما تكون الحمولة كاملة. طيب لو طلعوا 2، الاثنين عبارة عن 2 في دولار ونص، هي 3 وهي بتكلفني 3، سواء ركبوا معايا ناس ولا ما ركبوش، لأنه الوقود وكل التفاصيل التانية. إذا لا بربح ولا بخسر، نقطة التعادل. إذا روح من غزة لخان يونس براكب واحد بخسر، إذا روح باثنين لا بربح ولا بخسر، إذا روح بثلاثة بربح دولار ونص، إذا روح بأربعة الحمولة كاملة بيكسب 3 دولار، وهكذا. تمام، وهذا يعني بتبين، يمكن حنجيها يعني بعد شوية حنحكي في هذا الموضوع يمكن في محاضرات لاحقة، إنه التوتال كوست باللون الأخضر في عندي تكاليف ثابتة، هيها في مثلا في المثال تبعنا 225 دولار، هذه اشتغلت والله ما اشتغلت، طلع والله ما طلعش، معي ركاب، هذه عبارة عن تكلفة استئجار الباص والوقود وأجرة أو راتب السواق. الآن هذا الرقم ثابت، الآن كل ما مشيت كل واحد إضافي، كل راكب إضافي بكلفني 20 دولار، اللي هم التيكت والضيافة، 12 ونص زائد 7 ونص 20. وبالتالي إذا في عندي 10، 10 في 20 200 زائد ال 225 الثابتة بطلع 425، وهكذا. إذا هذا هو عبارة عن الخط اللاين، معادلة الكوست. الريفينيو لو مفيش عندي ولا راكب حضر، الريفينيو صفر، أنا ما بعتش ولا تذكرة، التذكرة 35، إذا ميل الخط هذا بتساوي 35. ليش؟ لأنه عند راكب واحد بكون 35، عند 10 ركاب أيوة 10 350، أنا لسه ما ربحتش، أنا برسم الخطين مع بعض، تقاطع الخطين هنا هذا اسمه break even point، نقطة التعادل. بعدها منحنى الريفينيو اللي هو معادلته 35x ميله 35 بيكون أكبر من الخط الأخضر اللي هو تبع الكوست. عند 20 هي الفرق بينهم، هذه هي الربحية. عند 15 بكون
صفر، تمام؟ طيب في حاجة اسمها يعني sunk cost، يعني إشي اندفع في السابق، money already spent as a result of past decision. هذا في الاقتصاد الهندسي بناخدوش بعين الاعتبار، مش كتير مهم، لأنه إحنا بنتعامل في الاقتصاد الهندسي مع القيم الحالية، المدفوع فعلي الآن والمستقبل، تمام؟ يعني مثلا لو عندنا سهم نزل قيمته من 15 ل 10 دولار خلال 12 شهر الماضي، يعني في سهم كان قيمة السهم في هذه الشركة 15 دولار، خلال سنة نزل ل 12، الآن القيمة الحالية للسهم اليوم 10، كانت 15، أنا اشتريته ب 15 زمان، ماليش علاقة بقد اشتريته، اليوم اللي بأثر علي الرقم الحقيقي رقم 10 هذا. الآن زي ما قلنا لابتوب قبل 3 سنين كان حقه 2000 دولار، دفعت ال 2000 دولار أنا. اليوم اللابتوب المماثل له قيمته 400، أنا بحكي الآن في 400، بحكي في اقتصاد واستثمار من اليوم بدي أبدأ أشتغل فيه، أنا بذكر الرقم الحقيقي، الأصول اللي عندي 400، بقولش إنه أنا شاريه 2000، لو بديت أشتغل البزنس والتحليل زمان أيام ال 2000 بناخذ ال 2000، لكن ما دام انا بدي ابدا اشتغل من اليوم بانسى رقم ال 2000 اللي هو السانك كوست. في حاجه اسمها opportunity cost، تكلفه الفرصه، الفرصه البديله، الفرصه الضايعه، عباره عن ربح راح علي بقرار معين. خلينا نجيب مثال واضح، واحد مثلا بيشتغل وبياخذ راتب على حسب ايام العمل، واحد راتبه 2000 دولار في الشهر، إذا اشتغل بياخد ال2000، ما اشتغلش بياخدش إشي، تمام؟ الآن صديقه دعاه يطلع رحلة مدتها شهر في أوروبا، تمام؟ قال له تعال أنت بس ادفع تذاكر الطيران، والشهر هذا القصة كلها عندي، أنا بتحمل كل هذه النفقات تبعتك، انت بس بدك تجيب هداياك وتذكرة الطيران ومواصلاتك وبس، كل الباقي عندي، تمام؟ قديش التكلفة الحقيقية، قديش بيخسر هذا الشخص اللي سافر؟ الآن اللي سافر دفع من جيبته 3000 دولار تذاكر الطيران والمواصلات، وإذا بده يجيب هدايا معه، طبعا المعيشة هناك مثلا مغطية، ايش خسر كمان؟ خسر 2000 دولار، اللي هي الـ opportunity cost، راح عليه 2000 دولار، لو ضل في بلده ما سافرش كان حصل 2000 وكان وفر 3000، اذا التكلفة الحقيقية له خسر 5000 دولار، 3000 عبارة عن دفعهم من جيبته و2000 راحوا عليه لو اشتغل كان حصلهم، تمام؟ يعني هذا مثال ممكن تطلعوا عليه. يعني في عندي واحد اشترى 3 مضخات، والآن صار في عندي مضخات بنوعية أفضل موجودة في السوق بتكنولوجيا أحسن، جاب المضخات وخزنهم عنده، اشتراهم قبل 3 سنين وخلاهم، يعني واحد مثلا تاجر جملة اشترى مضخات بحيث انه يبيعهم ما انباعوش قبل 3 سنين، ودفع تكلفة تخزين لهم، يعني ممكن يكون المكان اذا بدها تعمل شوية صيانة، يعني تنظيف، مش صيانة، نوع من التأكد ان امورهم تمام، واذا حراسة مثلا، عشان المهم التكلفة، اشتراهم ب 3000، ب 7000 دولار، هذه اسمها سانك كوست. خلال السنة الماضية دفع 1000، أو خلال ال3 سنوات الماضية دفع 1000 دولار، في عندي سانك كوست برضو راحت، إشي اندفع في السابق. الآن بده يبدأ الديستريبيوتور هذا أو المستثمر بده يبدأ يفكر في البزنس، إيش يعمل في المضخات هذه. الآن التكلفة
لا المضخات الجديدة 12,000 دولار، 12,000 دولار، تمام؟ 12,000 دولار هذه رقم ملوش معنى، ملوش علاقة بالمضخات السابقة. طيب قبل سنتين بعد ما اشترى المضخات، مش هو اشتراهم ب 3,000 دولار، ب 7,000 دولار، بعدها بسنة اجى له واحد بده يعرض عليه انه يشتري ال3 مضخات هذه، تمام؟ وقال له هاي 5,000 دولار وبيعهم، ما باعهمش. ال5,000 هذه اسمها opportunity، يعني فرصة راحت عليه، forgone opportunity. الآن لو بده يبيع المضخات هذه اليوم اللي اشتراها ب 7,000 وخسر عليها 1,000 تخزين، يعني فعليا كلفته 8,000 دولار خلال 3 سنوات الماضية، كلفته 8، اجت له فرصة يبيع قبل سنتين بخمسة ما رضيش، اليوم لو بده يبيعهم ببيعهم ب 3,000. ال 3,000 هذه اسمها ماركت فاليو، القيمة السوقية. طيب الكوست، في عندي كمان في الكوست تصنيف آخر، مش قلنا الكوست في منها variable و fixed، في عندي recurring cost و non recurring cost، المتغيرة المتكررة وغير المتكررة. التكاليف المتكررة هي عبارة عن تكاليف متوقعة ومعروفة وتتكرر على فترات منتظمة، زي الأجار، على رأس كل سنة بدي أدفع أجار، زي تكاليف الترخيص لمركبة، كل سنة بدي أدفع الترخيص والتأمين، تمام؟ هذه بتكون محددة ومعروفة ومتوقعة وعلى فترات منتظمة. في عندي غير متكررة non recurring cost، إنه تكاليف بتحدث بدون فترات منتظمة، صعبة إلى حد ما إني أقدرها أو أتوقعها، مش بعرفش وقتيش تجيني وقديش القيمة تبعتها، بتجينيش على فترات متكررة بتتكرر، لا ممكن تيجي وممكن ما تيجي. زي إيش؟ لا قدر الله صار عندي حريق أو سرقة في المخزن تبعي، هذه مخسر أنا حدث إلي هذا المخسر ومش متوقع ولا عارف قديش بإمكاني أتوقع إنه هذا الرقم. الآن صار عندي فيلير، أنا بعمل أوبريشن ومينتننس كل سنة للأجهزة اللي عندي بمقدار 2,000 دولار، عندي مصنع باجي كل سنة ب 2,000 دولار بعمل صيانة لكل الأجهزة والأمور بتمشي تمام. في بعد 3 4 شهور من بداية السنة بعد ما عملت صيانة، فجأة حدث أمر طارئ وخلل كبير في أحد الأجهزة ما كانش متوقع، واضطريت أدفع صيانة طارئة مبلغ إضافي. هذا عبارة عن تكاليف غير متكررة. الآن وأنا بشتغل احتجت إني أشتري ماكينة إضافية، اضطريت إني أشتريها، هذه تعتبر برضو تكاليف غير متكررة بتصير لمرة واحدة فقط. في حاجة اسمها incremental cost. الآن لما أقارن، وهذه يمكن حنجيها أكثر في الفصول القادمة لكن حنتطرق إلها باختصار، الآن لما أجي أقارن بين بدائل، أنا أشتري سيارة X أو Y، الاهتمام الكبير عندي بيكون على الفرق بين هذه الالترناتيفز، تمام؟ يعني لو كانوا السيارتين بنفس القيمة نفس الثمن اليوم، ببدأ أفكر في الفرق بين التنتين، تمام؟ لو كانوا واحدة حقها 10,000 وواحدة حقها 12,000، ال2,000 هدول هم اللي ببدأ أفكر هل بسوى الفرق فيهم ولا لا. يعني مش حنحكي فيه الآن، حنيجي يعني مستقبلا حنحكي فيه أكثر عشان نوضح الفكرة هذه بطريقة أفضل، لأنه في عندنا حيكون فصل عن الانكريمنتال كوست.
الآن في عندي حنتطرق برضو لكاش وبوك كوست. الكاش هو عبارة عن المبلغ المدفوع مباشرة، مش بقول لك دفع كاش، وحتى كاتب هنا out of one person's pocket، يعني طالع من جيبته into the pocket of someone else، لجيبة التاني، من شخص إلى شخص، دفع له إياه من الجيبة للجيبة كاش. الآن الكاش كوست هو عبارة عن القيمة اللي بنستند عليها بالأساس إلى في الاقتصاد الهندسي. الآن لو طلعت شيك وحولت من حساب لحساب يعتبر برضو كاش كوست بالمناسبة، يعني مش مقصود الكاش إنه نقدا، لا، إنه تمت العملية مباشرة، مش إشي مؤجل أو قيمة دفترية، أو لا، إشي مدفوع من إلى. طلعت شيك وانصرف، حولت من حسابي لحساب شركة تانية، أنا بدي أشتري إشي من برا، بدي أستورد، حولت من حسابي لحساب المصنع الموجود في الصين، هذا يعتبر كاش كوست لأنه اندفع حقيقة ونزل من حسابي. تمام، في حاجة اسمها بوك كوست، القيمة الدفترية، هذا إشي زي ما حكينا توي في المضخات، المضخة حقها اشتراها بسبعة، كلفته أو التخزين $1000 صارت 8، اليوم ثمنها 3. 3 هذه اسمها بوك فاليو أو بوك كوست، بوك قيمة دفترية، وبتتسجل هذه في الدفاتر المحاسبية. يعني لما أجي أنا للشركة تبعتي وبدي أحسب أصول الشركة، وحنجيها في الفصل قبل الأخير إن شاء الله، أنا اشتريت سيارة اليوم وبعد 5 سنين، او انا اشتريت سيارة او شركة فيها يعني مجموعة سيارات، واجوا الشركاء بدهم يفضوا الشراكة، في 2 شركاء، فبدهم يشوفوا كل الاصول اللي عندهم، الاصول اللي هو الارض والسيارات والمكاتب والمباني. الان لما يجوا يحسبوا السيارة هذه بيقدروا قيمتها حاليا، هي كانت صح ثمنها 10,000 قبل سنتين، لكن إلها قيمة اقل اليوم، هذه اسمها البوك فاليو. تمام، الآن مثال زي الواضح أمامنا، مثلا في السيارة البوك فاليو اليوم كان حقها 10، ومكتوب إنه طبعا السيارات إلها في المحاسبة قديش عمرها الافتراضي، كل سنة قديش بتنزل نسبة من ثمنها. الآن السيارة حسب القيمة الحالية إلها $6000، القيمة الحالية $6000. تمام، طيب لو بعتها $6000 بتصير كأنها كاش، صح؟ طيب إذا إجاك صديقك بده يشتريها وبعتها له أنت ب 5500، هي قيمتها الحقيقية 6000، البوك فاليو إلها، القيمة الدفترية بسموها. الآن إذا أنت بعتها لصديقك وخصمت له 500 وبعتها ب 5500، بكون الكاش كوست مش 6000 اللي هي القيمة الدفترية. لو القيمة الدفترية انباعت بنفس الإشي بتكون هي نفسها الكاش كوست، لكن أنت بعتها ب 5.5، الرقم اللي بيظهر عندك اللي بيدخل في حسابك في البنك، اللي بيدخل في الكاش فلو تبعك في التدفق النقدي، إيش هو؟ مش الـ 6000، 6000 قيمة نظرية، لكن الـ 5.5 هو القيمة الحقيقية. زي إيش بالضبط؟ أنت بدك تشتري سيارة والقيمة الدفترية إلها $6000، نفس الإشي لو أنت بدك تشتري، بلاش 6000 عشان ما يصيرش لبس في الرقمين، $10000 القيمة الدفترية، يعني معروضة في المعرض ب 10000، وأنا ضغطت على الراجل وفي معرفة ويعني وقلت له بدفع لك 9 وباخذها الآن، التسعة هذه أصبحت كاش فلو، العشرة كانت إيش؟ البوك كوست للسيارة، نظريا 10 لكن فعليا أنا دفعت 9. لايف سايكل كوست، يعني بالنهاية أي منتج أي سلعة له عمر افتراضي، زي الإنسان له عمر افتراضي، وخلال عمره الافتراضي هذا بقيمته
بتنزل، وأثناء عمره الافتراضي وتشغيله بيلزم تدفع عليه نفقات. تمام؟ طبعا اللايف سايكل هو دورة حياة المنتج أو السلعة أو البضاعة، تبدأ بتحديد الإشي اللي أنا بدي إياه، بعمل تصميم له زي سيارة، أنا محتاج زي جوال مثلا أو جهاز محمول، في بدي أطور إشي معين، ببدأ من الفكرة تيجي ليش أنا بدي أعمله، الحاجة، الفجوة، المشكلة اللي أنا بدي أحلها، بعدين ببدأ أعمل conceptual design، ببدأ فأعمل تصميم مبدئي، بعدين تصميم تفصيلي كيف بدي أطور على الإشي الموجود، إيش الأوبشنز اللي ممكن أعملها، وأبدأ أنتج وأبدأ أعمل عملية تشغيل وصيانة، وبعدين خلاص المنتج انتهى وتقاعد زي ما بقول. يعني اللايف سايكل كوست أو اللايف سايكل كوستينج، الآن المنتجات الهندسية مرتبطة بتكاليف، تمام؟ في تكاليف مرتبطة بكل مرحلة من مراحل دورة حياة أي منتج أو أي سلعة. المهندسين لازم كتير يهتموا عند تصميم أي منتج بقديش بكلف خلال حياته كلها. يعني زي السيارة مثلا، الآن كلنا بقول لك اشتري سيارة جديدة لأنه السيارة القديمة حتغلبك في الصيانة، تمام؟ اللايف سايكل كوست هي عبارة عن مجموع كل التكاليف المرتبطة بالمنتج أو بسيستم معين أو بخدمة معينة خلال حياتها كله، لايف سبان، يعني خلال عمرها، تمام؟ الآن لكن، وهذه هي أهمية موضوع الاقتصاد، التكاليف اللي بدفعها، ما بدفعها اليوم، اليوم بشتري السيارة وكل سنة مثلا بلزمني تكاليف معينة أنا بدفعها خلال عمرها الافتراضي أو التشغيلي، وبالتالي في قيمة ومرتبطة بزمن، الزمن هذا والقيمة مع بعض بشكلوا لي الاقتصاد الهندسي زي ما حناخد في الفصل القادم إن شاء الله. الآن لو أنا دفعت اليوم 1000 دولار أو كان مطلوب مني أدفعها بعد سنة، القيمة تبعتها بتكون مختلفة. يعني اليوم لو دفعت دولار، في المستقبل لو دفعت دولار بعد سنة، مين أحسن، أدفع دولار اليوم ولا دولار واحد بعد سنة؟ لا، دولار واحد بعد سنة، لأن الدولار اليوم ممكن أستثمره ويجيب لي ربح أكتر، وبالتالي بعد سنة يكون عندي دولار زائد الربح تبعه، زي ما هو مكتوب هنا A dollar today is worth more than a dollar next year، لأنه قيمة العملة بتنزل، أو في أنا ممكن أعمل استثمار للمبلغ، أنا ممكن أحط الدولار في البنك ويجيب لي 5% 6% ربح، تمام؟ هذا اسمه الانترست، الربح اللي أنا ممكن أحصله، تمام؟ وبالتالي هذا بدي أخده بعين الاعتبار، وهذا حيكون مدار حديثنا في الاقتصاد. طبعا قصة إنه حلال وحرام هذا موضوع تاني، تمام؟ آخر سلايد هنا في هذا الشابتر، إنه خلال دورة حياة السلعة أو المنتج هيها في تكاليف، هذا الكوميولاتيف للتكاليف، التكاليف تبعتي في مرحلة تحديد الاحتياج والتصميم، أكتر تكاليف بتصير عندي بالمجمل في مرحلة الإنتاج والتصميم، وهذا الكوميولاتيف بنصل بالنهاية للإجمالي الكوست، لايف سايكل كوست. هي الآن 70 ل 90% من الكوست are set during the design phase، يعني مرحلة التصميم، وهنا بتكون تكلفة السلعة بتكون في هذه المرحلة، تمام؟ الآن هذا الخط للأسف جزء كبير من الناس في مرحلة التصميم بدفعش، ومرحلة التخطيط للسلعة أو المنتج بيهتمش كتير فيها، وبالتالي
بتصير تكلفه كتير في الصيانة وفي التشغيل. في نقطتين أساسيتين في اللايف سايكل كوستنج. أولا، أي تغيير أو تعديل أو تطوير بعمله في البداية بكون تكلفته أقل. يعني أنا وأنا زي واحد بده يبني بيت، الآن بده يبني البيت، خلال مرحلة التصميم لسه هو على الورق بيشتغل، بعيد المخطط، بغير المخطط، بدفع كم من دولار زيادة وبعدل المخطط تبعه، إجاته فكرة معينة بعدل في المخطط، إذا إجاله مقترح معين لسه أنت في مرحلة التصميم. الآن بعد التصميم ولما صرت أنتج في المنتج، أي تغيير بدي أعمله بكلف كتير. عشان هيك decisions made early in the life cycle tend to look in costs that are incurred later. يعني قديش أنا بكون القرارات اللي بعملها في بداية ال life cycle تبعت المنتج بتكون تكلفتها أقل من لو أنا بدي أعمل القرارات هذه later. يعني لو واحد مثلا عمل مخطط لبيته بده يبنيه، إجته فكرة إنه يعدل في المخطط، يغير، يعمل تغيير في الغرف، في الواجهات، يعمل فكرة نظام جديد في البيت، التكاليف هذه بتكون أقل، التغيير بكون أقل. الآن بنى البيت ولسه ما شطبوش، ما قسمش، لو بده يعمل تغيير ويغير في نظام الغرف حتكلفه أكتر شوية، وممكن ما يكونش التغيير فعال زي ما لو كان قبل، لكن التكلفة نسبيا حتكون أقل. الآن قسم وشطب، لسه ما سكنش وبده يغير، حيضطر يهد يعني يهد حيطان ويعمل صيانة ويغير ويجيب إشي جديد، حتكون تكلفتها أعلى لأنه من الأساس ما عملش القصة هذه. لو افترض أنه ساكن وبعد 10 سنين بده يعمل القصة هذه، حتكون القصة أكبر وحيأثر التغيير اللي بيعمله على كل البيت اللي هو ساكن فيه. هيك ممكن خلصنا الجزء الأول من شابتر 2، نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة الجزء الثاني من شابتر 2.